ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله
ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله
ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم